بتر ساقيه بإصابة حربية لم يحل دون مواصلة أبي عبد الله لحياته وعمله تصليح الدراجات الهوائية مهنة اتخذها لتأمين قوت يومه فيما مشروعه الأهم الذي يضعه نصب عينه إيجاد جهة تعنى برعاية مصابي الحرب مشروع عقد مؤتمره التأسيسي قبل سنوات أربع إلى أنه تعثر بفعل قلة الرعاية وضعف الاهتمام على ما يقول طبعا نحن بال 2017 قمنا بتاسيس رابط المصابين قلنا نحن رابط مصابي الحرب في المحرر السوري ولكن هي طبعا تشمل مصاب الحرب تشمل المصابين اللي تعرضوا للقصف تشمل المصابين اللي اللي امراض الخلقيه ولكن عملنا على الرابطه نحن لفتره زمنيه طويله ما تلقينا اي دعم من المنظمات رابطه المصابين اللي موجوده في بريطانيا بتوقع لتاريخ اليوم من الحرب العالميه عم تدعم مصابينا ونحن في بلد اسلامي ما عم نشوف اي تقديم يعني دعم لنا غياب جهة رسمية لرعاية مصابي الحرب شمال غربي سوريا البالغ عددهم 200 ألف إنسان زاد من معاناة هذه الشريحة الواسعة التي لم تفتأ تقدم نماذج الإصرار والأمل رغم قلة الاهتمام فهذا الكابتن فاضل بقدم واحدة يشق طريقه نحو العالمية ببطولة الكونغ فو طريق لم يخل من العثرات بفعل غياب الدعم والرعاية يعني تصوبنا بالثورة فقدنا اعضاء من جسدنا ولكن في شيء الحمد لله ما فقدناه هو العزيمه والاراده والاصرار على ما نحن فيه والقبول بواقعنا واقعنا مر ولكن الحمد لله ما فقدنا ايماننا بالله المصلبين اليوم بشكل عام عم بيعانوا قسم الاكبر منهم معظمهم عم بيعاني من الاعتناء به بشكل جيد للأطفال من مصابي الحرب شمال غرب سوريا معاناة خاصة مع قلة الرعاية والاهتمام 25% منهم فقط تستوعبهم مراكز الاحتياجات الخاصة المنتشرة والتي يتقطع دعمها كل حين كذلك حسب إحصائيات عدد كبير من المنظمات العاملة في شمال غرب سوريا كان محلية أو دولية فأن هناك شخص من كل خمس أشخاص في شمال غرب سوريا لديه شكل من أشكال الإعاقة عمليا المراكز والمنظمات والخدمات والتدخلات التي تهدف لتحسين واقع هذه الفئه لا تتجاوز 25% حيث ان 75% من مجمل هؤلاء الاشخاص لا يتلقون اي شكلا من اشكال الدعم ان كان الصحي او الاجتماعي او الطبي. كثره الاصابات الحربيه وما خلفته من حالات بتر واعاقات بصريه وسمعيه تتطلب وفق مهتمين وجود جهه مختصه تحظى بدعم مادي لانشاء بنيه تحتيه مناسبه اضافه الى متابعه ما يحتاجون اليه من عمليات جراحيه لم يتح لجلهم استكمالها عدا عن التعويضات بالاطراف الصناعيه والكراسي الكهربائيه وغيرها الكثير الكثير والتي يبقى بلا شك تحقيقها متعلقا بنهايه المطاف بقناعه السلطات المحليه والمنظمات الانسانيه بوجود هذه الشريحه واهميه العمل لاجلها